النشرة الاقتصادية من القدس دوت كوم، أهلا بكم. أفادت وزارة الاقتصاد الوطني بأن حجم إيرادات المعادن الثمينة خلال شهر حزيران الماضي بلغت 760 ألف شيكل تقريبا، فيما بلغت كمية الذهب الواردة إلى مديرية المعادن الثمينة بالوزارة 649 كيلوغرام تقريبا. شهدت الإيرادات العامة التي تجبيها وزارة الاقتصاد الوطني لقاء الخدمات المتصلة بالعلامات التجارية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً، بلغ مجموعها 182,734 ديناراً خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، والتي بلغ مجموعها 106,248 ديناراً. ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء في آسيا مدفوعة بالمخاوف من تصاعد الاضطرابات في مصر واحتمال تأثيرها على إمدادات النفط من الشرق الأوسط، كما ارتفع سعر خام برنت أمس نتيجة عدة أسباب، منها إغلاق محتجين في ليبيا حقولا نفطية ما قلص إنتاج البلاد للذل. ذكرت مؤسسة جالوب لاستطلاعات الرأي في تقرير لها أن حوالي نصف سكان إيران واجهوا خلال العام الماضي صعوبات في تأمين السكن والغذاء، وذلك بسبب العقوبات الدولية المفروضة على طهران نتيجة لأنشطتها النووية. وأخيراً أسعار العملات مقابل الشيكل.